قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان مفهوم السلام المسيحي، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من الأب جريس سميرات والأب فرح حجازين والسيد سليم فشحه، وقد تناقش الجميع حول موضوع الحلقة في جو من الألفة والمحبة حول موضوع السلام. فإلى هناك حلقتنا اليوم عن السلام. إحنا كلنا بننشد السلام وبنطلب السلام وأحياناً لا نجده، نبحث عنه بس ما بنجده. ليه؟ طبعاً في ظل الاضطرابات اللي عم نعيشها، الحروب اللي عم نعيشها حوالينا في المدن والقرى والبلاد اللي حوالينا عم بتعيش هاي الاضطرابات، ما في سلام. الإنسان الجائع، المعوز، الإنسان اللي عم بيصادف تحديات اقتصادية مادية ما في عم بيعيش السلام، لأنه ببحث عن السلام في الماديات، ببحث عن السلام انه يكون عنده مصاري، يكون عنده سيارة، يكون عنده بيت، يكون عنده حساب بالبنك، يسافر، يشم الهواء، يلف الدنيا، هذا بالنسبة له بيعطيه السلام. لكن اللي عندهم هاي الاشياء برضو كمان ما عندهم سلام، لانه يعني كتير في قصص تسمعوها تعظوا منها، خدوا منها افكار انه في ناس كتير حتى عندهم المصاري مش عايشين السلام. اذا هل هناك اشي اسمه سلام حقيقي؟ هل هناك موجود السلام اللي انا ببحث عنه، ولا عم بحكي على وهم او ببحث عن شيء وهم بعرف انه موجود بس هو مش موجود حقيقة؟ هون حلقتنا اليوم تنضوي على هذا الموضوع مع ابائنا الكهنة، وعشان نحكي عن موضوع السلام الحقيقي في المسيحية اين اجده. أبونا تحدثنا على موضوع السلام وموضوعنا لهذه الحلقة، وتناقش مع المتابعين على موضوع السلام. تفضل. هلا بداية احنا بنحكي على صعيدين، السلام الداخلي والسلام الخارجي. هلا اللي احنا بنركز عليه بالكنيسة وبالمسيحية اللي هو السلام الداخلي، لأنه السلام الخارجي له علاقة بالسياسة وله علاقة بمصالح الشعوب وله علاقة بالأمور الاقتصادية. بدنا نحكي احنا بالسلام الداخلي. بداية مادر تريز الأم تحكي ان السلام يبدأ من الابتسامة، يعني ابتسامتي انا تصنع بنفسيتي من الداخل هدوء وسكينة، بتساعدني على اني اضبضب فايلاتي زي ما بحكوا. كيف في عملية الضبضبة هاي؟ الفايلات يعني الاشياء العاطفية لها فايل، الاشياء العقلية، الامور المادية بالحياة، مسؤولياتي، شغلي، وظائفي، لما بعملها بصبر وبهدوء وأخذ وقتي بالأشياء، العجلة هي اللي بتفوتنا بالاضطرابات اللي هي عكس السلام الداخلي. عكس السلام الداخلي أنا بمفهومي الشخصي هو التشويش. نعم. وكثير بس أبونا مادر تريزا لما طرحت هذا الموضوع وقالت في الابتسامة، بس هي مادر تريزا، ما هي كانت مادر تريزا بما يعني عطائها ومحبتها والفيض اللي بتفيضه بكلامها لما بتحكي عن هذا الكلام، من أين نابع؟ نعم، من هذا أكيد، من سلام يسوع المسيح اللي نعم أعطاها إيمانها، بقلبها، بإيمانها أكيد 100%. اللي الأعمال العظيمة اللي كانت تقوم فيها، ويعني في مذكراتها يعني بتحكي، كانت يعني كل هالابتسامة وكل هالعمل، بس هي كانت من جوة تعبانة. نعم. يعني كان في ظروف تمرق فيها صعبة كثير، من يعني تكتب لمرشدها، وهي الرسائل انتشرت وترجمت. يعني عطائها وفيض عطائها نابع من إيمانها. بالضبط، دائما نحكي هيك أنه يسوع هو الانطلاق. السلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم. إذا نعم، يسوع قارب ما بين نوعين من أنواع السلام الداخلي حتى. نعم. أنه في السلام اللي حضرتك حكيتي عنه قبل شوية بالمقدمة، ألا وهو الاستقرار، أنه نعم يكون وضعي المادي منيح، أولادي حوالي منيح، الشغل منيح، كل الأشياء اللي منيح، هذا اسمه استقرار مش سلام داخلي. نعم. هذا اللي بيعطيه مين؟ العالم. أبونا إحنا موضوعنا اليوم عن السلام الحقيقي في المسيحية. نعم. هل السلام اللي بينشده الناس المؤمنين موجود حقيقة؟ لأنه دائما يبحثون عنه ولا يجدوه، فعم بتسألوا هل هو موجود حقيقة؟ والسلام اللي حكى عنه يسوع، ما هو السلام اللي حكى عنه يسوع؟ دكتورة، أول إشي احنا يجب علينا انه كابناء للكنيسة وابناء للمسيح انه نؤمن ان المسيح هو ملك السلام. نعم. وهو من اتى بالسلام، و
وأعطانا السلام، لأنه عندما قال لتلاميذ السلام لكم سلامي وأعطيكم. إذن من هنا بتنطلق هاي الكلمة في داخل كل إنسان مؤمن من أبناء الكنيسة. إذا بنرجع للكتاب المقدس، أول شيء الموعظة اللي على الجبل هي كانت رمز إلى إعلان سلام المسيح وسلام الله مع الإنسان بعد سقوطه بالخطيئة، حتى يعيد الله هذا الإنسان إلى ملكوته. أعطاها في تجسد الرب يسوع المسيح في إعادة هذا الإنسان إلى الملكوت. فهون في عنا شغلة مهمة جدا دكتورة. نعم. على أساس أنه لما إحنا بنحكي عن السلام الداخلي للإنسان، في قبل شوي بيحكي أبونا في هناك نوعين من السلام، في سلام داخلي وفي سلام خارجي. نعم. ولكن إحنا بهمنا أن نتحدث دائما عن السلام الداخلي في الإنسان. بعد ما في التطويبات على جبل التطويبات عندما حكى طوبى لأنقياء القلوب، نعم. إذن حتى يكون السلام في قلبي يجب أن أكون نقي القلب أولا. هذا هاي نقطة أساسية في الـ في الـ في الإنسان. الإشي الثاني إنه إحنا الجبل التطويبات الجبل يشير إلى النفس العالية التي ارتفعت فوق الأمور الزمنية محلقة في السماويات. على هذا الجبل تظهر المدينة الله المقدسة التي يعني لا يمكن إخفائها، وتظهر الكنيسة المقدسة متحلية في حليات القديسين. السلام يدل على وجود الشيء في وضعه السليم الكامل، وبهذا المعنى يكون السلام في وضع الإنسان الذي يعيش في وئام مع الطبيعة، مع نفسه، مع الآخرين، ومع الله. وفي الواقع السلام أولا هو في داخل الإنسان، فالله لما خلق الإنسان خلقه في حال البرارة والنظام والسلام، فكان نتيجة خضوعه لإرادة الله. وعندما تجاوز الإنسان الأول شريعة الله فقد السلام. لذلك نقرأ في سفر أشعياء عتاب الله على الإنسان الأول بهذا الخصوص: ليتك أصغيت إلى وصاياي فكان سلامك فائضا كالنهر وبرك كأمواج البحر. لأنه بعد أن يسود السلام في قلب الإنسان سيتصرف بالمحبة والعدل، وهما أساس السلام. فالعدل يخلق النظام لأنه يجعل الإنسان في مرتبته وينهاه عن التعدي على حقوق الغير، والعدل يجعل الإنسان راضيا بحاله وثروته، والمحبة تلطف من مطالب العدل وتسكب الرحمة في القلوب. المحبة تأمر الإنسان بأن يعطف ويشفق ويتحمل ويغفر. كل مرة نحلل الاضطرابات والحروب والقلاقل ونفحص عن أسبابها نجد أن السلام فقد بين البشر لأنهم تجاوزوا حدود العدل وحادوا عن المحبة. لأنهم عندما يشعر الأخ أنه مظلوم من قبل أخيه يثور ويشاجر، وعندما يشعر أحد الزوجين بالظلم يتمرد، وعندما يشعر الجار بظلم جاره يدب الخلاف بينهما، وعندما تشعر دولة بظلم دولة أخرى عليها يضيع الوئام وتنشب الحرب. عندما يشعر الإنسان بضياع حقه عندئذ يعلن الحرب. فمن يعمل من أجل العدل يعمل من أجل السلام. كلام اللي انحكى من الآباء كلام جدا عميق ومهم جدا نفهمه ونعيشه، ولكن مع فئة الشباب أنت بتضطري الترجمي الفكر الروحي لفكر عملي. نعم. وتحاول تبسطي قدر الإمكان حتى يعني يوصل بأسهل الطرق وينفهم. إذا كان السلام بده يجيني من الخارج في وقت من الأوقات، الرب يسوع غير المفهوم وأصبح السلام يخرج مني. مش هيك كان يقول لهم السلام لكم؟ إذا أنا ما عشت هذا السلام ما بقدر أعطيه لغيري، وأصبح تركيزه على إنه أنت تهتم بإنك توصل للسلام الداخلي وسلامك مع نفسك. نعم. حتى تقدر من خلال هذا السلام تقدر تمنحه للآخرين. وركز الرب يسوع، وإحنا قديش بنحكي للشباب ولأنفسنا نعيش دكتورة بإشي في غاية الأهمية. ونعطي مثل بسيط: أنا ساكن في بيتي، مهما كان هذا البيت صغير متواضع، عندي بيتي وعندي العالم الخارجي. أنا مهم جدا أهتم بنظافة بيتي. نعم. في أي لحظة بيندق بابي في ضيف أنا بسلام أهلا وسهلا،
فاستقبله. الرب يسوع دائما بيركز بيقول احنا ما بنعرف الساعة اللي فيها منوقف قدام ربنا، وربنا رح يحاسبني على اللي بيخرج مني انا، مش اللي بيعطيني اياه الاخر. يعني اذا انا شخص اعتدى علي، مش رح يحاسبني ربنا على اعتدائه علي بقدر ما رح يحاسبني على ردة فعلي انا، انا رح يحاسبني عليها. هل انا بسلام كامل مع نفسي؟ هل انا علاقتي مع ربنا منحتني هذا السلام؟ طبعا هذا الموضوع حتى اقدر اعيشه صح ونحول كلمة السلام دكتورة من مفهوم يعني كبير جدلي الى مفهوم حياتي نعيشه، هو في له اجراءات. اذا انا كنت متحد بالكنيسة ابونا وباسرار الكنيسة بسر التوبة والاعتراف بسر الافخارستية على تواصل مع الاباء القديسين والكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة، وانا عم بعيش هذا الكلام، اذا انا احيا السلام في داخلي. كيف نحصل على السلام؟ الايمان، الايمان هو منبع السلام. اذا انت لا تؤمن ما في سلام. الايمان بالله، التوبة والاعتراف، انك انت تعترف وتتوب عن خطاياك. الانسان المليء بالخطايا واللي بتأرق مخه لو في ايمان، اذا ما في اعتراف وتسليم وتوبة عن هذه الخطايا اللي عملناها واللي عم نعملها يوميا، فما في سلام داخلي. الايمان والتوبة والاعتراف ومن ثم طاعة الله. لما بنقول طاعة الله بوصاياه، لما بيطلب منا المحبة، الخدمة، الابتسام اللي ضحكاها أبونا جورج رايحة في البداية، نساعد الآخرين، نحقق العدالة، نعطي الحق، نعطي مساعدة الناس في حياتهم، يعني هذه هي الطاعة. فلما بقول إيمان وتوبة وطاعة، ثلاثتهم هن بيحققوا لنا السلام. ونتيجة هذا العمل اللي منقوم فيه انه من ايمان وتوبة وطاعة نصير ابناء الله، ابناء الله شبهين فيه، ناخد يعني هذه البنوة ونحصل على النعم اللي وعدنا فيها السيد المسيح. ولما منتشبه بربنا نصبح نحن صانعي سلام، نحن منصنع السلام ونعطيه للآخرين أيضا زي ما أعطانا السيد المسيح السلام. فسلامي أعطيكم، سلامي أمنحكم، قالنا لا ليس كما يعطي العالم هذا السلام، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.